ممكن تستغل أي نقشة حسب طلب السوق أو طلب المحل الذي يطلب لها، بس بنعلمها جميع الغرز علشان دي مكان اقتصاد. يعني فهي بتكمل بتشتغل الحزام، في بتكمل الحزام بتصير تبيعه، بتكسب مادته وبتستر على نفسها وبتشتغل تمكين، يعني بنضمن لها التدريب والتمكين الاقتصادي والمحافظة على تراثي، بحيث إن هي تحافظ على النقشات والأشغال بالنمط القديم. الفرع عشان تحدد ان النقشات تحدد ان ذي احنا فينا لكن برنامج خاص. الماكينة هي طبعا هو قدو كمبيوتر، الماكينة تنتج عدة آلاف الحزمة، اما خيادلات فهو عمل يدوي. خيادلات بياخذ لها حدود شهرين الحزام مثلا، ولا شهر ولا شهر ونص هكذا، لكن هو في الجودة افضل، في جودة السيم، في جودة المتة الذي يعني يلبسها الإنسان ما يتغيرش أبداً. نعم، عمل اليد يعني معترف به على أنه في المنظر أجمل من الماكينية 100 مرة عادي، لأن الماكينية يعني أسعار الرمزي وحتى منظر مش تمام، يعني مش حالي. اليد تفضل حتى في الخامة، في العمل، في المنظر بشكل عام اليد تفضل.